السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في أول حلقات الموسم الثامن من برنامج كلمة فصفة. حلقتنا النهاردة مختلفة وجديدة وشيقة للغاية. ليه؟ لأن احنا غيبنا عنكم شهر ورجعنا لكم بحلقة مهمة تفيد كل الأسر المصرية. ليه؟ لأن حلقتنا بشعار فكر مختلف ورؤية جديدة. ضيف حلقتنا النهاردة بصراحة يعني أنا شهادتي تبقى مجروحة ليه، ولكن أنا عجبتني جدا جدا وانبهرت بطريقته وبأسلوبه على صفحاته الشخصية وعلى قناته بالنسبة لليوتيوب. بصراحة لقيت أن كل الحاجة اللي بينزلها أو كل الفيديوهات اللي بتنزلها ليها فكر مختلف وليها طريقته المختلفة والمبهرة اللي تخلينا دايما نبحث عن ضيفنا النهاردة. ضيفنا النهاردة زي ما قلت لحضراتكم هو مؤلف ومحاضر المناهج التعليمية الموازية، معنا ومعكم الأستاذ عمر علاء. أهلا بحضرتك أستاذ عمر. أهلا بحضرتك أستاذ مها ومشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ عمر. في الحقيقة أنا انبهرت جدا ولقيت نفسي انا يعني انا شخصيا غير الطلاب وغير التلاميذ لما بتفرج على فيديوهات حضرتك لقيت ان حضرتك فكرك مختلف بالنسبه للطرق التعليميه والمناهج التعليميه لجميع المستويات. فعايزه من حضرتك في البدايه تقول لي حاجه خلتني تشددني على صفحه حضرتك، هي تنميه المنهج تنميه مهارات الحافظين والحافظات. كلمني عن المنهج ده. منهج تنمية مهارات الحافظين والحافظات هو أولا بس الفكرة كلها بتتكلم على تعليم مهاري، أني أنا عايز أخلص من حتة التعليم التقليدي وأن أنا كمدرس أملي على طالب قدامي معلومات معينة. مسافة ما بيمشي من قدامي إيه اللي بيحصل؟ المعلومات راحت. طيب إيه اللي أنا عايزه كطالب بعد ما يدرس مثلا أي مرحلة معينة يطلع يفيد المجتمع، يطلع يبقى عنده ذكاء ومهارة. عشان كده التصنيف مش حافظ بس. مش حافظ، التصنيف في التعليم عندنا حاجتين، معلومات ومهارة عقلية، معلومات دراسية علمية ومهارة عقلية. أنا هعمل إيه لو ولد طلع مثلا دخل طب وطلع دكتور؟ طيب بعد ما يطلع دكتور هل هو طبيب ماهر ولا طبيب عادي؟ هو ده اللي احنا عايزينه. ففي كل الفكر بتاعنا كله على كل المستويات وعلى كل المواد اللي بنتناولها التعليم المهاري اللي بيهتم بالمهارة العقلية برضو مع المادة العلمية. مش تمام؟ مجرد حفظ وخلاص. مش مجرد حفظ. طيب أول حاجة طبعا ممكن نبدأ بيها اللي هو تنمية مهارات الحافظين والحافظات. ده منهج مهاري وأول منهج في العالم الإسلامي كله بيعتمد على مهارات القرآن. طيب عندك طائفة كبيرة جدا في المجتمع المصري، الطلاب الأزهر الشريف، وفي برضه غير الازهر الشريف في ناس بتهتم بالقران وبتحفظ اولادها القران. اكيد. طيب القران عندك من اعظم واقوى المصادر اللي تديني مهاره عقليه. سواء في ذاكره او سواء في اجتماعيا او سواء لغويا، على جميع انواع الذكاء القران الكريم ليه اثر كبير جدا جدا عقليا. طيب فنيجي نتناول القران الكريم، الطالب او المهتم بالقران بيحفظ بس؟ لا. ما ينفعش. ليه؟ زي ما بيبقى ليا ثواب اخروي اللي انا اخد حسنات احفظ قران، طيب فين القران من الاثر العقلي او المهاره او الذكاء اللي هو سابهولك؟ صحيح. طيب هو حافظ وعمل و و و ونجح وبقى وازاي طلاب الازهر، طب وبعدين فين الاثر اللي هو يعتبر اثر دنيوي؟ لازم ابقى ذكي. فطالب الازهر عشان يقدر يبتكر، عشان يقدر. برافو عليك. فالقران لما بحثنا لقينا فيه حاجات كتير جدا 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 بغض النظر عن المواد التانية، لقينا القرآن غني قوي بالمهارات العقلية الذكاء. فبدأنا نعمل منهج يعرض كل دوت في خلال أنشطة وخلال أسئلة وحاجات، وفي نفس الوقت بنربط القرآن بالمواد التانية. تمام. طيب نيجي نقول إزاي الكلام ده كله. فكرة المنهج كلها قايمة على ربط القرآن، هو اللي بيدرس قرآن بيدرس مع حاجات تانية، بربط القرآن بالحاجات التانية. ليه؟ أنا عندي أنواع الذكاء كتير جدا، وتحت كل نوع نوع، وتحت كل نوع آلاف المهارات. طيب فبنبدأ نجمع الحاجات دي كلها ونحطها له في القرآن بس. اللي هو الطالب الأول ما بيجي يحفظ بيحفظ قصار السور، ويبدأ يحفظ جزء عامة مثلا وجزء طبارة. فبنبدأ معاه من أول خالص نزرع فيه المهارات العقلية من خلال القرآن. الكلام ده إزاي؟ بيبقى عن طريق حاجتين. طريق مهارة هدف بالنسبة لي عايز أوصل له، مهارة عقلية يوصلها،
عن طريق الاستنباط في الصور اللي هو بيحفظها. يعني ايه استنباط؟ بنعاني كتير جدا المناهج التقليديه هي مشكلتها في ايه؟ ان هي ما بتعتمدش على الاستنباط، ما بتشغلش العقل. دي معناها كذا خلاص. وطريقه الشرح ثابت. وطريقه الشرح لو معلم مش مهاري او مش مطور من نفسه بقى تقليدي. بقى خلاص دي معناها كذا خلص الموضوع. لا هي دي معناها كذا، هو انا اصلا ما ينفعش اقول لطالب دي معناها كذا، ده غلط. لازم يبقى احفز واعمل اثاره ذهنيه للطالب اللي قدامي، اخليه هو من نفسه يقول دي معناها كذا. يشرح المعلومه. برافو عليك. من خلال ايه؟ من خلال بزرع فيه مهارات معينه في التفكير، استراتيجيات تفكير وقواعد فهم. يعني زمان في الازهر كانوا بيدونا ايه؟ ما اول حاجه يعرفك يعني ايه حلال ويعني ايه حرام، تمام؟ بعد كده يديك قواعد احكام. استحالة يعرض كل المسائل اللي في الدنيا ويقول لك دي حكمها كذا ودي حكمها كذا وانت تحفظ المسائل. لا. غلط. هو كان يقول لك يعني حرام ويعني حلال ويديك قواعد تمشي عليها طول حياتك تعرف اذا كان ده حلال ولا حرام. بس فهي دي اسمها ايه بقى؟ اسمها قواعد واساسيات مهاريه. ادي له ازاي يفكر وادي له ازاي يستنبط. هو بعد كده يعمل ايه؟ مش هيحتاجني. تديله الفكره وهو يمشي عليها عشان يطور. لان انا مش قاعد له. ايوه يمشي عليه. يجي بعد كده يطلع يوصل يروح تخصصه يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده مهاره، يبدا يبقى فعلا مهندس ماهر يفيدني كمجتمع، يبدا فعلا يبقى طبيب ماهر. وفي نفس الوقت هو ده هيساعده على تفوقه. وفي نفس الوقت دي حاجه مهمه جدا، بتجيب الطالب الضعيف. هو الضعيف دوت ما هو عنده مشكله انا بنميها له. المتوسط ده بخليه ذكي، الذكي ده بخليه عبقري يوصل فوق خالص لحد ما في الاخر يعود علينا احنا كمجتمع بالايه؟ بالانتاج. طيب نرجع لحته برضو القران. ازاي بستفيد ده كله من خلال القران؟ في خلال انشطه معينه. طبعا اتفقنا ان المنهج كله استنباطي. يعني ايه استنباطي؟ يعني انا مش بدي معلومه، انا بعرض عليك زي سؤال، تمام؟ وانت ايه اللي تجاوب. عندك حاجه اسمها ذكاء لفظي. يعني ايه ذكاء لفظي؟ الذكاء اللفظي اللي هو قدره فهم الطالب لدلالة الكلمة نفسها. يعني أنا باجي أديك لفظ، أول حاجة بتيجي في ذهنك إيه؟ أول حاجة بتيجي في فهم اللفظ، الدلالة بتاعته. آه هو ده بيدل على إيه؟ المعنى. وده أول ذكاء بيتعرض له الطفل وصغير. عشان كده بقول دايماً وقلت قبل كده في فيديوهات كتير إن للأسف مجتمعنا اللي بيموت الولد. الولد بيتولد ده ابحاث ولد او بنت يعني ولد ولد او بنت طبعا عشان ما نبقاش متحيزين. بيتولد ذكي جدا 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 في المجتمع المصري، بس للاسف بنبدا بعد كده الولد هو ده راح فين يا جدعان؟ ده راح فين؟ مات. ما على عقلياً. على حسب طبعا ده بيرجع للبيئه وحاجات كتير، بس انا بتكلم في ان الخامه نفسها الولد نفسه بفطرته كويس جدا، عنده ذكاء لفظي. انت لو جبت ولد عنده سنه ونص او سنتين قلت له روح حط دي في الباسكت، هيروح يحطها في الباسكت. هو ما فهمش، هو فاهم. فاهم. فاهم وعارف. لكن مين اللي يستخدم مهاره الطفل مين ده؟ مين بقى اللي يبدا يعمل الحاجات دي كلها؟ الذكاء اللفظي قدره استيعاب الطفل على فهم الموقف وفهم دلاله الكلمه، ده اللي احنا بنبدا نعمله. فيجي الولد ينفذ امر معين، هو فاهم، هو فاهم، يبدا بقى الادراك فعلا ويبدا يوصل للذكاء اللفظي. ازاي الذكاء اللفظي ده في القران بقى؟ بنجيبه من خلال متشابهات القران والفاظ القران. هو الولد بيحفظ وهو صغير، يجي مثلا اتعرض عليه لفظ مثلا زي لفظ الجبال. اتعرض عليه كتير. وسيرت الجبال وتكون الجبال والى الجبال واذا الجبال. كل الصور الصغيره معظمها فيها هتلاقي بعض فيها بعض الالفاظ. ببدا اخلي اعمل عنده شبكه لفظيه للحاجه دي. يبدا يتدرب عليها. لا خلي بالك ده في كذا، ده في كذا، ده في كذا. ده بيعمل عندي حاجتين، بيثبت حفظ وبيشغل العقل. صح. بيعمل اعمال عقلي للولد. عندي بعد كده بعمل حاجه اسمها معنى الكلمه. معنى الكلمه ازاي؟ ان انا بعرض الكلمه ما اديش التفسير بتاعها. في بعض الكلمات تقيله شويه، مش بدي التفسير بتاعها. غلط تدي للولد التفسير بتاعها. انت ما تديش الولد التفسير. انت تدي للولد اختيارات للتفسير وهو وتخليه يرجع لسياق آية أو الجملة وهو يستنبط المعنى. وتدربه على كده. ليه؟ لأن لو اتحط في موقف مثلا مش عارف دي معناها إيه أو نسي، هو حفظ بعض الكلمات زي ما بنيجي مثلا للأولاد احفظ يلا 30 40 كلمة دي ومعناهم كذا 200 كلمة والكلام زي دلوقتي بيحفظوا الكلمات بتاعت الأغاني ومش فاهمين معناها. الطريقة التقليدية لسه شغالة. طب ليه؟ ليه؟ أنا أدرب الولد إزاي يستنبط وازاي يفكر وازاي يبقى عنده فهم عميق. لما يجي عنده فهم عميق كده يمسك الكلمه زي مثلا وجوه يومئذ مسفره. يعني ايه مسفره؟
هو الولد الصغير مش عارف يعني مسفر. طيب انا ما ادوش معناها. بص يا حبيبي، وجوه يومئذ مسفرة، تمام، جه بعديها ايه؟ ضاحكة مستبشرة. ابدأ اديله خيارات بسيطة خالص. ازاي بقى؟ الفكرة في اللي بيعمل الحوار، ادي اختيار صح واختيارين مستحيل. يعني وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة، اديله مثلا مسرورة ده معناها، واديله مثلا غاضبة، حزينة، نايمة، اي فعل. الولد يبدأ يعمل ايه؟ يفكر ويطلع الشرح. يفكر. وجوه يومئذ مسفرة، ده هو جه بعديها ضاحكة، يبقى استحالة، بيعمل عملية استبعاد. ويقرب، يقرب، لا هي دي معناها كذا، انا كده وصلت للي انا عايزه. اللي هو بيعمل ايه؟ اعمال عقل. هي دي الطريقة اللي احنا ماشيين بها في القرآن. وعندك حاجات كتير بقى، عندك التفكير المنطقي. يعني ايه تفكير منطقي؟ الولد لما بيجي يحفظ مش بخليه يحفظ وخلاص، اقول له تعالى كده مثلا تحفظت صورة مثلا ولا نص جزء ولا حاجة، قول لي بقى كده ايه الأرقام اللي عدت عليك؟ زي 10، زي 1000 الارقام. ايه هي اسماء مثلاً الرسل اللي عدت عليك؟ ايه هي اصل انا شفتها الفيديو لحضرتك امبارح بمناسبه يعني، وده من انبهاري بطريقه شرح حضرتك. كنت بتعمل مساله حسابيه في فيديو، بنعمل مساله حسابيه، وجيت دخلت رقم 5. ايوه شوف، قلت ليه بقى؟ لان عندي نوع مهم جدا جدا اللي هو اسمه الذكاء المنطقي، الذكاء الحسابي، اللي هو بيرتبط بالاعداد. فده جبته دخلته في القران. الولد يعمل عمليه حسابيه ويحل مربع سودوكو، وهو صغيرين بيحل مربع سودوكو، ويبدا يشتغل، واربط الناتج في الاخر بالقران. بعمل عمليه ايه؟ ربط. القران مش لوحده يا جدعان، القران مش ماده بعيده عن المواد الثانيه، ده القران فيه الساينس وفيه الماس وفيه السوشيال وفيه كل حاجه، وفيه اللغه العربيه طبعا، ده اول حاجه طبعا. أكيد. مستنبط، اللغه العربيه مستنبطه من القران ده اكيد، وقواعد النحو. فعشان كده بقول اللي استخدم القران هو راح لاول مصدر واهم مصدر وخده. لا، يبقى استفيد منه صح بقى، خد منه كل حاجه. ده هيثبت كمان القران، ده هيثبت القران، هيثبت حفظ وهيثبت فهم. احنا بنعمل عمارات الفهم دي ليه بقى؟ يطلع علينا واحد يقول لك يفسر ايه معينه وفسرها غلط، او وصل لحاجه معينه، او هو ليه اهداف معينه، حصلت كتير. طيب انا بزرع في الولد اللي هو طالع دوت عنده قواعد فهم، مش اي حد بعد كده الولد ده يقول له دي معناها كذا، يقول له لا معناها كذا، تعالي لي دي معناها كذا ازاي؟ لان هو فاهم. طبعا مش حافظ. خلاص. ايوه. وعندي بعد كده اجي اقول له مثلا ايه هي الاسماء اللي عدت عليك؟ ايه هي الصوره، الصوره اللي ما فيهاش اسمها مثلا؟ ايه هي فصول السنه؟ سواء اشخاص، مسلمين، غير مسلمين. وبكده دخلت حضرتك المواد كلها في القران. برافو عليك. دخلت ثقافه عامه عامه معاه، ودخلت تربيه دينيه معاه، ودخلت حاجات كتير جدا معاه ربطتها في القران. طيب معلش يا استاذ عمر، بس يعني معنى من كلام حضرتك، معنى كده ان المنهج ده مناسب لطلاب الازهر الشريف؟ طبعا مهم جدا جدا. انا عامل اصلا عشان الازهر الشريف، بغض النظر عن ان انا ازهري طبعا وافتخر، بس عامله اصلا للازهر الشريف. ليه بقى؟ في حاجات كتير جدا في القران، كتير كتير كتير، من حيث المهاره العقليه، بجانب طبعا بغض النظر عن الثواب سواء دنيوي او اخروي، بس في اثر في الذاكره رهيب رهيب رهيب. طالب الازهر اللي بيحفظ دوت قادر انه يحفظ لك يعني 50 60 درس انجلش، مفيش مشكله بالنسبه له، مفيش مشكله. بغض النظر طبعا السلبيات، طبعا اي مكان فيه سلبيات، بس خلينا دايما نركز في الايجابيات. معاه حاجه قويه جدا، لو استخدمها صح هيبقى ممتاز ممتاز ممتاز. ليه؟ لان فيها اثر عقلي سواء في الذاكره او 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 في حاجات كتير، هتساعده في المواد الثانيه، وهتساعده اصلا دنيويا، دنيويا ذات نفسه في حياته، اجتماعيا طبعا. احنا عاملين الذكاء الاجتماعي في خلال القران الكريم. تمام. وغير برضو الذكاء الاجتماعي، عندك مهارات كتير جدا زارعينها، ادي بس اشاره بسيطه عليها، زي مهارات التصحيح، ان الولد يبقى عنده الثقه في النفس، يبقى حافظ مثلا، يعرف يصحح على غيره، يعرف يستمع كويس للآية ويعرف يصححها كويس، لأن ده مش موجود عند ناس كتير اللي بتحفظ. لا، والثقة بالنفس حاجة مهمة جدا للأطفال. طبعا جدا. أنا بكسر حاجز الخوف دوت، وأبدأ أخلي الولد حتى لو حافظ آية مش مهم، قولها، اشرحها، يعني صححها لحد، اسمعها من حد، لازم لازم من الأول تزرع الحاجة دي. وعندي طبعا الذكاء الحسابي اتكلمنا عليه، وعندي مهارة مهمة جدا، الشرح والتلخيص. يعني ايه شرح وتلخيص؟ هتبص في القرآن تلاقي فيه صور او قصص مشروحه كتير جدا، واخده صفحات وايات عدد كبير، وفي نفس الوقت هي نفس القصه بتتلخص في ايه. ده اعجاز. انا ببدا ادرب الولد على الاعجاز ده. ليه؟ عشان لما يبدا يخش في مرحله اعداديه او مرحله ثانويه، او يخش في تخصصه في الجامعه، يبقى عارف يعني ايه اشرح الموضوع الفلاني، يعرف يعمل عمليه اطناب، عمليه شرح وتفصيل، وفي نفس الوقت يبقى عنده المهاره ان هو يقدر يعمل ايه؟
يلخص حاجة معينة تلخيص معين، دي مهارة هتساعده حتى كمان في تخصصه، هتساعده في حياته لو اشتغل أو لخص أو عمل حاجات زي كده. مهارة مهمة جدا يا أستاذ عمر. مهمة جدا، مهمة جدا. طبعا بجانب طبعا لو اتكلمنا على المهارات اللغوية مش هنخلص. المهارات اللغوية في القرآن أساسية أو أول حاجة بالنسبة لي اللي هي المهارات اللغوية، سواء بقى بسيطة أو كبيرة أو معقدة، على جميع المستويات القرآن مليان لغة عربية. من أول قراءة وكتابة، قواعد نحو، بلاغة، صرف، كل ده، كل ده موجود في القرآن، وكل ده أنا مسلط عليه الضوء بالتفصيل من البداية تناسب كل مرحلة. في يعني المنهج، صغير في المنهج تنمية المهارات، تنمية مهارات الحافظين والحافظات لكل ولد أو كل بنت أو كل أسرة أو كل طالب في الأزهر بيهتم بحفظ القرآن الكريم، لازم القرآن يبقى ليه أثر عقلي. أنت أي منهج في المجتمع المصري أو في العالم الإسلامي كله بتلاقيه منهج حاجتين، منهج بيهتم بالحفظ، مدرسة تهتم بالحفظ، ومدرسة تهتم بالتدبر والعمل والحاجات دي، ودي حاجة كويسة طبعا، بس مفيش مدرسة مهارية، مفيش حد يركز ان المهارة اعمال العقل، ان الولد اللي قدامي ده لازم يبقى ذكي. ليه بقى؟ ما هو بذكائه ايه اللي هيحصل؟ ما هو هيحل لنا 90% من مشاكل المجتمع. اكيد صح. ده قدام طبعا بالنسبة لما يطلع للمجتمع. وبرضه حاطط فيه التنمية البشرية، ازاي تحلل الطالب نفسيا، وازاي تخليه يحدد هدفه، وازاي بعرض الصور وعرض الحاجات ديت يبقى يعني مظبوط، او سواء تربويا طبعا او اخلاقيا او على اي مستوى، يبقى شخصيه سويه، شخصيه كويسه. طيب استاذ عمر، هل يوجد مناهج اخرى لحضرتك؟ في طبعا في لغه عربيه بيعتمد على نفس الطريقة، على نفس طريقة التعليم المهاري، الفكر الاستنباطي، العبقرية، الهدف اللي أنا عايز الولد يحب اللغة العربية أول حاجة، بالحب هناخد نص الطريق. لا، واللغة العربية هتدخلنا في حاجات كتير هنفهمها. هي مادة كويسة جدا. ليه بقى؟ أكتر مادة تعرفي تاخدي منها الذكاء فعلا، ولأن أولا لغة الطالب طبعا. بتشتغل على تنمية مهارات برضو يا أستاذ عمر. ليه بقى؟ ما هي بقول لك ليه بتشتغل على تنمية مهارات؟ هي مادة الطالب، المادة بتاعته، مادة أساسية البلد، فالذكاء اللفظي فيها خلاص هو معروف تمام. فبتبدأي هي متشعبة، اللغة فيها 14 علم، 14 يعتبر 14 فرع، فبقى متشعبة شوية، فده مساعدك إن هي تديكي إيه؟ عبقرية وذكاء. فعاملين مناهج في اللغة العربية من أول كيجي خالص تمام، هنكمل إن شاء الله لحد ثانوية عامة، بتعتمد على التعليم المهاري، التعليم المهاري، الفكر الاستنباطي، الذكاء. عايز الولد يطلع ذكي ويطلع مبدع منتج. والبنت يا استاذ عمر، والبنت برضه. بس انا انت مركزه على الموضوع ده ليه؟ هي دي غلب على فكره، مش التذكير بيغلب على التانيث لما نقول كده، فعادي مش قصدي ده وده يعني. بس خلينا بنات وسيبونا لو سمحت. كله اي طالب او اي طالبه، الفكر التعليم المهاري ان انا اخلي الولد اخاطب، انا ككتاب او مؤلف كتاب معاك، اخاطب عقل الطالب مش الماده العلميه. أكيد. مش درس وخدت معاه، مش هندي منهج اساسي وخلاص ان هو يحفظه. لان في حاجه كمان مش واخدين بالكم في اللغه العربيه، ان هي ماده ممتده. يعني ممتده ملهاش علاقه بسنه معينه. يعني احنا عندنا كتاليف ليها قواعد واهداف معينه في كل مرحله، ما ينفعش يتجاوز مرحله ويروح لمرحله غير لما يكون اصلا فاهم، خد المرحله الاولى فاهمها وعارفها ومتدرب عليها، وخلاص قضي الامر انتهت، عشان يخش في مرحله جديده. ده لازم. طب لو هو حضرتك لو انت تعاملت معاها ان هي منتهيه، هيجي يخش الماده اللي بعدها تبقى صعوبه، او خلاص احنا امتحنا، زي مثلا الظروف اللي حصلت ديت وانتهت خلاص، في دي ظروف معينه طوارئ اتحطينا فيها خلاص مثلا تمام. انت ما تقعدش، انتهى الموضوع والولد قعد، ده حتى لو لغى 3 4 دروس ذاكرهم. ليه؟ لان احنا كتاليف الثلاث اربع دروس فيهم حاجه انا هحتاجها بعد كده. أكيد. وبالذات في المراحل الصغيره، في المراحل الصغيره دي مراحل تمهيديه، يعني انا بديك افكار معينه، تمهيد لحاجات معينه هشتغل عليها في السنين اللي جايه، زي سنه اولى وثانيه وثالثه. ما ينفعش يبقى اولى وثالثه، لازم ثانيه دي ادرسها برضه. ده طبعا ده اكيد. حتى لو اتلغى منها، اتلغت كلها، سنه كلها اتلغت، كله نجح عضو في البيت ماشي، ليه ظروف معينه. انا كطالب، انا كولي امر، انا كولي امر اسيب الواد؟ لا طبعا، ده لازم يبقى في حاجه اسمها تحصيل علمي للسنه دي، لازم اشوف ايه ماشي في ازاي في كل حاجه، واخد لايه وعمل ايه، ويبدا يتاخد ويتذاكر ويتدرب عليه. ده اساس. أكيد. بالذات في اللغه العربيه.
لانها ماده تعتبر منتهيه. وطبعا في المنهج انا بشرح الحاجات دي في المنهج مع الماده العلميه. تعتبر الماده منتهيه ولا تراكميه؟ تعتبر ماده ممتده وليست منتهيه، تراكميه يعني الاثنين كله معنى واحد. طيب. تراكميه دي يعني على بعضها. ما هو معلش اعذرني بقى في السؤال، بما ان السؤال طلع لان انا اتفرجت على فيديوهات كتير لحضرتك فلازم يكون عندي الفكره وانا قاعده قصادك. لا هي ماده ممتده، يعني ممتده ملهاش اصلا سنه معينه، مش هتنتهي. ليه بقى؟ لان ليها ممارسات الولد بيمارسها في حياته، ولازم يمارسها صح ويبقى فخور باللغه العربيه بتاعته. ده لازم، لان هي اللي هتساعده اصلا في التواصل، تمام، بغض النظر عن اللغه الاجنبيه لو درسها ده مفيش مشكله، وهتدي له مهاره وذكاء يعرف يعمل كذا وكذا 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 عشان يبدا في الاخر يعمل ايه. هي الفكره كلها في ان انا بخلي الولد يسبق سنه. هي دي الفكره، بحيث ان هو لو ياخد لو سبق سنه يعمل ايه؟ يبدا يدي وينتج للسن اللي قبله. صح، ده طبيعي، كانه كبير بيعلم على الصغير. بس كبير ايه بقى؟ هما الاثنين في سن واحد، كبير عقليا. صح. يبدا يعمل ايه؟ يبدا الكبير عقليا يساعد الاصغر منه، مع ان الاثنين في سن واحد، بس هو ده اللي احنا بنوصله في التعليم الهي في اللغه العربيه. وعملنا وفي الماس عاملين ليه بقى في الماس؟ الذكاء الحسابي طبعا زي ما قلنا، والذكاء المنطقي اللي هو يعتبر بتاع الاعداد والحاجات ديت. في فريق محترف ومتخصص جدا بيتبنى نفس الفكر المختلف ونفس الرؤيه الجديده ديت، منقينهم على مستوى طبعا هيعمل نفس الفكره ديت في الماس او العمليات المهارات الرياضيه والحسابيه عامه، هيشتغل عليها نفس التعليم المهاري، نفس الفكره كلها ان شاء الله طبعا من كي جهات برضو لحد مراحل متقدمه مع اللغه العربيه ان شاء الله. وهنبدا نعمل ان شاء الله سواء ساينس او لغه اخرى ان شاء الله مع المواد دي ان شاء الله. يا استاذ عمر طبعا انا سعيده جدا حضرتك قدرت دعوتنا النهارده بالحضور، شرفتنا يا استاذ عمر. نورك. اعزائي المشاهدين للاسف وقت حلقتي خلص، واتمنى ان احنا نكون قدرنا نفكه على قد ما نقدر، واكيد هيكون لنا لقاءات كتير تاني مع استاذ عمر. اتمنى ان حضراتكم تبحثوا بس عن صفحاته وعن القناة اليوتيوب بتاعته وتشوف الفكر المختلف والرؤية الجديدة اللي أنا بقول لكم عليها واللي أنتوا يعني خدتوا الفكرة بتاعتها من حلقتنا النهاردة من أستاذ عمر. وأتمنى نكون كنا ضيوف خفاف عليكم النهاردة. شرفتني يا أستاذ عمر تاني. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين.